hello everyone. How are you? Hope you're doing very well. This is teacher Ala. Today we are going to revise together the material for the final exam for the seventh grade. اليوم رح نراجع مع بعض مادة الامتحان النهائي للصف السابع ومعكم مس ألا أبو عمر. You're welcome back. أهلا وسهلا الله يعافيكم. Okay, so are you ready? 3 two, one. Let's start. Okay, so uh, the first thing that we are going to start with is. Okay, we are going to start with the activity book. Okay, uh, this exercise is very important. I will focus on uh, the most important things. <laughs> the first thing is the time. Okay, so let's go for it so this is the clock okay underline the correct answer so it's half past two what about this it's quarter past 10 or quarter to 10 look the long hand is on the three so when it's on the three so we say quarter past come tamam? on type. مرحبتين وأهلين والله يعافيكم. Yes, I will explain the grammar. رح أشرح القواعد. تمام؟ مش رح أشرح رح أهل شوية أمثله. بس تمام ورح أرجع أذكر بالقاعدة كيف هي ورح أطبق عليها كم مثال وبعدين خلص. تمام؟ بتحلوا الباقي لحالكم. ماشي حلوين؟ يلا. Uh, the next one it's five to five or five. 6 خلينا نشوف هذه لانه في كثير ناس بخربطوا فيها يا سابع ويا ريت انكم ما تكونوا منهم هلا 5 to 6 مش 5 to 5 طب ليش يا مس 5 to 6 مش 5 to 5 طب ما احنا ما هي خبسة يعني يعني ضايله خمس دقائق بتصير بتصير 5 لا، بتصير خمسة، بتصير ستة، تمام؟ so it's five to six يعني ستة إلا خمس دقايق، تمام؟ هذا كتير مهم لازم تعرفوه. لو five to five بتكون هيك، خمسة إلا خمسة بتكون هيك خمسة هاي خلينا نفترض إنه هاي خمسة وهاي إلا خمسة تمام؟ ماشي؟ هاي لونها خمسة إلا خمسة تمام؟ لو 5 تو 5 بس 5 تو 6 إييييييييي ستة إلا خمسة طيب دي اتس كوارتر باست 8 or كوارتر تو 9 Look at this. It's to this side. تمام؟ فإحنا إيش بنعمل؟ It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Let's have a look at the grammar. We have the present simple. We said that we use the present simple in order to talk about facts, in order to talk about routines. يعني نستخدم the present simple اللي هو المضارع البسيط عشان نحكي عن الحقائق وعشان نحكي على الاشياء اللي احنا متعودين نعملها تمام يعني مثلا بصحى الصبح ايش روتيني كل يوم بصحى بروح المدرسه آه بعدين بتغدى برجع من المدرسه بتغدى آه بعدين بعمل واجباتي بعدين بروح بلعب مع صحباتي او مع اصحابي تمام وريفر تمام فهذا هو استخدام البريزنت سمبل هلا البريزنت سمبل عشان نتذكر فيه ايش بنحكي نحكي لما يكون عندنا الـ subject ايش هو الـ subject يا سابع الـ subject اللي هو الفاعل اللي هو ممكن يجي اي وممكن يجي يو وممكن يجي وي وممكن يجي ذي سوري ممكن يجي ذي ضبط لكم خطي عشان تفهموا علي تمام لانه انا بكتب مستعجله تمام تمام وممكن يجي هي ممكن يجي شي ممكن يجي ات تمام احنا ايش بنعمل هلا لما يكون عندنا السبجكت اي وي يو ذي تمام الفيرب اللي بيجي معاهم او بعديهم الفيرب اللي هو الفعل ما راح اكتب بالعربي تمام بكفي اني بحكي بالعربي تمام الفيرب اللي بيجي بعديهم ايش ماله infinitive ايش يعني infinitive حكينا تذكرين؟ انفلاتف يعني مجرد، تمام؟ إيش يعني مجرد؟ يعني مثلاً بحكي أي need أو يو uh, drink for example we go مثلاً وذي do For example تمام هذا هو ال Infinitive Verb ال Infinitive Verb اللي هو الفعل المجرد شوفوا مع هي وشي وإت كيف الفعل بيجي بياخد need إيش بصير needs تمام و drink بصير drinks و go بصير goes اي فعل بنتهي ب او بنحط بعده اي اس تمام ودو بتصير ايش داز بتصير ايش بعديها اي اس تمام طيب خلينا نرجع على الحلو هذا الاكتيفيتي بوك تمام خلينا نشوف بزبط معنا ولا لا underline the correct form of the verbs a pilot needs courage and dedication يعني الطيار بحتاج لا شجاعة و إرادة تصميم uh, airline pilots airline pilots ايش يعني طيارين اللي على الخطوط الجوية becomes or become very tired from work so they become ليش become لأنه هاي الضمير تبعها they ماشي يا حلوين؟ they become very tired from work. Now see pilots have or has have 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 to face all types of risks. ليش حكينا have؟ ليش ما حكينا has؟ لأنه بهاي الحالة برضو خلينا نروح البورد تمام؟ بهاي الحالة تمام؟ واحد من الـ verbs لما يكون infinitive بيكون have تمام؟ ولما يكون مش infinitive بيكون has تمام؟ مع هي وشي وإت دائماً has I, we, you, they ناخد have دائماً تمام؟ بالمضارع طيب طيب يا حلوين يلا خلينا نروح على وين هون. طيب. Uh, an airline pilot fly or flies between sixty five and seventy five hours a month so an airline pilot flies es طيب. ليش امنا الواي؟ حدا بيعرف؟ هذا بيعرف ليش امنا الواي؟ انا بقول ليش، هلا في عنا الفعل فلاي تمام؟ بيجي عنا هذا كونسننت يعني هذا حرف ساكن وهذا كونسننت حرف ساكن وهذا كونسننت حرف ساكن بس إله صوت ايش؟ اي تمام؟ الصوت تبعه ايش ماله؟ متحرك في حركه تمام؟ فإحنا إيش عملنا؟ لما إحنا بدنا نيجي نحولها للمضارع مع هي وشي وإت إيش بنعمل؟ هذا الحرف إيش ماله؟ بهرب تمام؟ يلا أيام بهرب وإيش بنحط بداله بحكي؟ أنا طالع ما بدي أشوف لا الإي ولا الأس بيجي بدالي مين؟ بيجي بدالي أبو نقطة الآي إلو نفس الصوت يشتغل معاهم هو بيتفق هو وياهم هم احرار بس انا ما بتفق انا وياهم لما يكون في قبلي كونسوننت لما يكون في قبلي حرف ساكن انا ما بتفق معاهم تمام ماشي حلوين طيب flies لا كتبناها غلط مش تكتبوها هيك وكم؟ والله بزعل منكم حرف الواي طيب flies e s I -E -S. تمام شفتوا كيف ما أحلاها طيب راح يجي حدا يحكي لي يا مس أنا بشوف الفعل play شوف الإي A وال -Y حبايب تمام وما بيجي بعديهم إي أس بيجي بعديهم أس تمام plays هذا كتير مهم plays هذا كتير مهم حتى بالتوجيه هذا بيجي تمام؟ طيب play plays fly flies تمام؟ إلهم نفس الصوت أي تمام؟ كويسين؟ إنتو متبعين آه في حدا بيحكي إنه حرف علة ممتاز صح مزبوط شطورين طيب Let's go back. طيب يلا يا سابع. A pilot works or work odd hours. So what does he do? He works. تمام ليش؟ لأنه الفعل بعديه إيش بيجي معه؟ S أو ES. تمام؟ الله يعافيكم. تمام ممتاز. طيب.. نيجي لهون، شايفين هذا السؤال الحلو؟ present simple negative، ليش؟ اللي كنا نعمله شو هو؟ affirmative، شايفين؟ إيش يعني affirmative؟ affirmative يعني الجمل اللي إيش مالها مثبتة، تمام؟ A pilot works odd hours، صح هذا جواب ايه؟ مظبوط. طيب، ناخد ال negative، إيش يعني negative؟ negative يا مس يا حلوين اللي فينا فيه، تمام؟ اللي بيدخل على الجملة not تمام؟ وبيخلي معناها ايش؟ العكس يعني you don't or doesn't need experience to, come, uh, to become a fisherman يعني انت ما بتحتاج خبرة لحتى تصير صياد so look at this سميرة doesn't or don't like رالي درايفنج بدي احكي لكم شوي عن دو do وداز ايش بصير فيهم هلا هدول التنتين الاخوات الحلوين استنى شوي هدول الاخوات الحلوين دو do وداز تمام دو وداز داز تمام افعال ايش مالها بتساعد الفعل الرئيسي تمام؟ ماشي، فأنا ايش بحكي؟ I like ام um, I like for example I like يلا اعطوني I like إشي I like apples apples تمام؟ I like apples وشي likes apples يا حلوين يا سابع ركزوا معي، مس بس هاد هاي الدقيقة بالضبط مس لما بدي أحكي إنه أنا ما بحب التفاح تمام إيش بحكي I don't اللي هي عبارة عن do مع not like apples تمام يا حلوين طيب لو اجينا نحكي هون she likes apples ايش نحكي she doesn't like apples شو يعني يعني منين فيها she uh, doesn't like apples طب ما انت يا مس لما حكيتي لنا انه هي وشي وات ياخذوا الفعل مع اس طب احنا شو بدنا نعمل هلا؟ هون ما في اس بالفعل الاس هذه راحت مع دو فصارت داز عشان ايش؟ تساعد لايك هلا فعلين يكونوا معاهم اس بالجمله ما ما بيقدروا يمشوا مع بعض تمام يا عيني عليكم عند دخول does نحذف ال -S. انا كيوت شكرا <applause> طيب she doesn't like apples تمام ما بنحكي she doesn't likes apples اوعكم هذا كثير خطير الموضوع تمام ايوه هي وشي وات بحبوا الاس برافو عليكم والله انكم رائعين طيب I will go for this يلا Samira, Manato doesn't like Raleigh's driving. Type Kareem's children doesn't or don't want him to work as a pilot. What do you think? Hmm. Kareem's children. Yani mean أولاد كريم أو أبناء كريم إيش؟ أبناء كريم. إيش. Mamnech doesn't like or doesn't want, don't want. Why? Because plural. hai jamaa. Plural. Plural noun. Tamam. Type. Karim and his family do or don't usually go on holidays together. So Karim and his family. Mamnech ki do go. We say don't they don't usually go on holidays together okay a stuntman doesn't or don't do simple scenes in a film he doesn't do simple scenes in a film and the last one i doesn't or i don't go scuba diving i don't of course i don't go تمام واضحين يا حلوين اي e doesn't صح مزبوط شطورين طيب يلا يا حلوين present simple interrogative ايش يعني interrogative يا ماما ايش يعني interrogative يا مس interrogative يعني الاستفهام question تمام هلا questions okay starts with capitalized way, word and end with question mark. تمام؟ لازم ينتهي السؤال ب question mark. إذا ما انتهى ب question mark ما بيكون سؤال. تمام؟ كيف أنا بدي أحذر؟ أقعد أحذر؟ لا، ما بزبط. طيب، fill the blanks with do or does. هلا هل مرات do و does بيجوا أفعال رئيسية مش أفعال مساعدة تمام؟ يعني مثلا زي هون Pilots arrive an hour before their flight Pilots عنا تمام؟ إيش بنستخدم do ولا does؟ do برافو وإيش do بنعملها؟ بنخليها هيك small صغيرة؟ لا do تمام؟ Do pilots arrive an hour before their flight? تخيل ايش بدنا نعمل هلا؟ Yes. They do. شايفين ما ابسط الجواب؟ معناته هذا ايش بيكون؟ Yes or no question، صح؟ طيب. B. When the passengers المسافرين Get on the plane. Tamam? When do or does? Of course do because we have a plural noun do. The passengers get on the plane. How many hours a month? A pilot fly. How many hours a month a pilot? A pilot. Singular. Yalla, إيش بنعمل? Does. Allah, Allah. شو بنعمل? مين اللي بيسأل شو بتعمله? أو Time. <laughs> uh, we are revising. We are revising. Okay. Time. Uh, D. Crabbers need a lot of experience. Crabbers. So we have do. Okay. And the last one, no E. Uh, what, uh, what policeman طلعوا لي على policeman هاي is it a singular or a plural noun of course it's a plural noun كيف عرفنا من الإي -E هادي كيف يعني يعني policeman رجل شرطة واحد بس policeman مجموعة جمع تمام ايوة شاطرين what do بس دو هون ما بنعملها كابيتال لتر نعملها سمول تمام ودو ليش لانها بنص الجمله ماشي حلوين يلا ليتس موف فورورد طلعوا لي على هذا هذا كتير مهم هذا كتير مهم هذا التمرين تمرين رقم خمسة وتمرين رقم اتنين هنا تمام كتير مهمين لانهم هدول spelling rules تمام شوفوا هلا ايش بدنا نعمل في عنا jumps runs catches wants does matches نسمع مرة تانية jumps jumps it ends with the letter s and it's pronounced as s jumps we don't say jumps no jumps So it's here. Jumps. Tama? Okay, let's cross it. Yalla. We have catches. Catches. So, Aywa is. Catches. Catches. Okay? Now, what do we have? Wants. Wants it's as jumps okay so it's once once type does does here with runs does tamam matches matches it's with is oh. it's not catches it's matches matches تمام؟ طيب يا حلوين خلينا نروح على spelling rules يلا like likes ليش؟ الفعل انتهى ب إيه. E إيش بنعمل؟ بنحط له بس S ماشي؟ طيب fly حكينا اللي قبله حرف إيش؟ حرف ساكن تمام؟ طيب؟ we drop the y and then we add i-e-s yellow flies tamam yellow here's number two uh, number three arrive it ends with the e so we add only s arrives arrives okay number four climb climb hello want to climb ما بنحكي climb ما بنلفظ البي البي هون silent تمام ما بنحكي climb نحكي climb تمام climb climbs. climbs climbs نحط إيش S تمام climbs climbs أوكي okay؟ ما بنحكي climbs fish fish fishes fish fishes وغششكم هالمعلومة أغششكم؟ لا لا <applause> طيب أي فعل بنتهي ب إتش إكس أو s h إيش كمان يلا مين بيعرفهم بي بنضيف له اي اس على طول تمام معناته الحروف اس او اس اتش سي اتش اكس وايش كمان؟ وايش كمان؟ يلا اعطوني بس هدول مبدئيا طيب <applause> هدولة مش غش يعني هي معلومة على الطاير نضيف وراهم اي اس تمام ماشي طيب ماشي يا حلوين طيب مين مفرد وجمع ايش فيه ما دخل المفرد والجمع ما دخل المفرد والجمع تمام مس كمان مره حبايبي الفعل هدول أفعال مش أسماء هدول أفعال الفعل اللي بينتهي بإس أو o أو C أو سي أو إس اتش أو أتش أو إكس منضيف وراهم إي إس على طول تمام زي مثلا شفنا فيش إيش على طول حكينا؟ fishes work طيب works سهلة بسيطة works works تمام؟ طيب، study، هاي من جماعة Flies، Studies، Studies، تمام؟ طيب Go، من جماعة هاي، هيها Goes، Goes، طيب Enjoy، Enjoys، بنحط لها إيش؟ S، Enjoy طب ليش يا مس ليش مش من جماعة studies وفلايز flies يلا احكولي ليش مش من جماعة studies وفلايز flies مي كمان ايش يا بنات يلا يا حلوين يا سابع طيب انا بدي احكي لكم ليش لانه يا حلوين هون الواي تمام الواي في قبليها او زي play تذكرين بلاي؟ زي بلاي تمام فالواي في قبليها او فبتحكي انا بحب الاس لحالها ما تحطوا معي اي اي اس -E ما تطلعوني من هون تمام طيب print prints prints اوكي طيب need needs 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 تمام؟ اوكي تمام طيب شايفين هدول Catches Matches شايفين؟ إيش عملنا؟ حطينا ES بعد إيش؟ أيوه صح برافو عليكم بعد ال CH شايفين Does؟ حطينا إيش؟ ES بعد ال O تمام؟ طيب ماشي يا حلوين هذا كتير مهم السؤال يا سابع تمام؟ هلا word study هدول برضو يا مس لازم تحفظوهم rally driver scuba scuba diving scuba diving و rock rock ايش؟ rock fishing و rock climbing نقدر نحكي rock climbing و rock fishing و mountain mountain biking و horse riding تمام هدول احفظوهم لازم يا مس لازم يا حلوين طيب احنا سابع ولا يا مس we are seventh grade okay now use the words correctly برضو هذا تعملوه وتدرسوه اوكي هاي شايفين هاي قواعد هاي سبيلينج شايفينهم هيهم سبيلينج هيهم صفحه 13 تمام صفحه 13 شايفينهم كيف مفصلين لكم اياهم صفحة 13 بس بدي اتاكد صفحه 12 اسفه صفحة 12 spelling rules هيهم موجودين صفحة 12 تقدروا تقرؤوهم وتشوفوهم كيف هم تمام؟ هاي هم دولة كتير مهمين تمام؟ طيب هلا في عنا and و but ناخد and and معناها لما بدنا نضيف فكرتين مع بعض تمام؟ يعني mountain biking, mountain climbing and demand experience يلا mountain climbing تمام and mountain biking demand experience and the full stop is number six okay ليش لما بدنا نحط اه, فكرتين مع بعض تمام فكرتين بتفقوا بالمعنى مع بعض طيب بط ليش؟ بط لما بدنا نشوف في إشي إيش؟ في كونتراست إيش يعني كونتراست؟ كونتراست يعني ضد هنا and معناها و وبط معناها لكن تمام؟ خلينا نأخذ مثال على بط هدول بيفيدوكم كتير بالكتابة سميرة is an experienced mountain climber بس بط... بطارق is Not nurses can talk to people in the hospital at night, but they don't have time during the day. Okay, type what I have learned. What do you think? Yellow, let's do it together. And uh, Noel Jaberi is a stunt woman, she Uh, she do or does she does Allah okay yalla she does what here yeah. she does sorry she does Okay, she does the scenes. Uh, famous actors not want to do. So not want. Here we have negative. Don't want. Don't want. Want to do. She loves her work. Loves her work. It's very exciting. She says says but sometimes I start work at two or three in the morning. She not like to work nights show, so she doesn't doesn't like. okay, she doesn't like to work nights, okay And here reordering the sentences. I will reorder one only in order to finish on time. Okay. Ali. I will do a B. Okay. Ali. What else? Ali and Samira. Two. Samira. Three. Okay. Ali and Samira. What? Work at the studio Ali and Samira work for at 5 the 6 studio 7 and the full stop is 8 okay Now let's go to unit 2 fighting global warming we have to remember together the vocabulary okay climate change carbon the global warming and earth's atmosphere okay now this is um the grammar here is about imperatives imperatives اللي هي يا مس يا حلوين افعال الامر تمام ايش يعني افعال الامر حدا بيعرف يحكي لنا الله يعافيكم يا ربي okay. طيب طيب افعال الامر لما انا احكي مثلا uh, do this or don't do that okay so for example i say don't close the door okay but do your homework okay اعمل واجباتك بس ما تسكر الباب تمام او you can watch TV okay as well so let's have a look here underline the correct form of the verbs walk or walks to school هنا فعل الأمر يا مس يا حلوين دائما بيجي إيش ماله infinitive دائما بيجي مجرد تمام إنك تؤمر حدا صح مظبوط طيب هلا يا مس لما احنا بنحكي مثلا اه close the door هون احنا بنأمره تمام اه close the window اوكي turn off the light يعني طف الضوء اه ايش كمان دايما 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 بيجي بصيغه ال باي صفه بالمجرد تمام وما في عندنا هون subject subject ايش مختفي متخبي تمام اللي هو الفاعل انت بتأمر حدا قدامك تمام او انت بتؤمري عشان البنات ما يزعلوا حدا قدامك تمام فهنا دايما بيجي مجرد طيب plants or plant trees in your garden plant مش حكينا انه دايما بيجي مجرد طيب turns or turn down the air conditioning turn down the air conditioning تمام عشان نحافظ على البيئة ايش لازم نطفي المكيف طيب uh, and wears or wear cool clothes wear cool clothes طيب هذا الأفيرماتيف منه تمام طيب. اللي هو إيش المثبت طب لو نيجي للمنفي يا مس في منه منفي طبعا في منه منفي هيو نيجاتيف طيب. تمام شو بنعمل don't drive don't close don't drive do not drive to work okay or don't drive too fast la la uh, تسوق السياره كتير سريع تمام ولا تسوق السياره لشغلك روح مشي شو رايكم طيب do not play or don't play computer games all the time so we say do not play or don't don't play tamam ما بنحكي don't plays خطأ uh, do not throw throw away. Do not throw away used supermarket bags. Okay, and so on and so forth. هلا نرجع لل present simple. إذا شفتوا في عنا كان هناك لما بلشنا نشرح كان في عنا هيك كلمات usually, always هدولا تمام. طلعوا لي على never هون never هنا معناها ابدا لا شيء تمام معناها ايش شيء uh, my mother never drives to work we always reuse or always old paper at home which always is correct we always reuse or we reuse always old paper of course we always reuse. ليش؟ هدول اسمهم adverbs of frequency ظروف التكرار اللي هم always, sometimes, usually, never, often أو often خلينا نقول تمام؟ هدول دائما بيجوا بعد الفاعل على طول بعد الفاعل تمام؟ مع يعني my friends كمان sometimes come or come. Um, my friends come sometimes to school by car. No, نحكي my friends sometimes come to school by car. I never remember to turn off the lights. My father sometimes cycles. Okay, my father sometimes cycles to work and finally... My friends and I never walk to the school or to school. Tamam. دائما ال adverb of frequency بيجي بعد الفاعل. ماشي. طيب يا حلوين هنا. برضو. طيب. Okay, here are instructions by using infinitive verbs. Okay, and okay, sorry, let's go for this. Okay, here we have there is, there are, okay, there is, there are. نيجاتيف أوكي okay. There is and there are affirmative. إيش يعني هاد؟ There is and there are affirmative. There is لا الإيش؟ المفرد. المفرد singular أو غير المعدود. تمام؟ الإشي اللي ما بنعده بنعامله معاملة المفرد بالحكي. يعني مثلاً أيوة تمام طيب ما يعني مثلا نطلع على السكر مثلا can we count sugar نقدر نعد السكر لا ما بنقدر نعده طيب can we count water we can't count it except if we measure it سكر نقدر نعده no except if we measure it كيف يعني يعني السكر والرز والملح والمي والعصير والحليب كل هاي الأشياء تمام ما بنقدر نعدها إلا إذا كان في إلها أداة قياس تمام يعني مثلا بنحكي there is some water in the bottle تمام في شوية مي في القنينة تمام قديش شوي ما حدا بيعرف بس يجي مثلا حدا يحط المية بهذا المدرج تمام فبيعرف قديش في مي تمام فليش لانه صار في عنا وحدة قياس تمام بس اجمالا المي غير معدودة تمام زيها الحليب زيها السكر زيها الشوكولاتة زيها كل اشي الا اذا حطيناهم في وحدة قياس معينة تمام المعدود وغير المعدود ايوه يا حلوين طيب خلينا نشوف there is an or there is some onion there is an onion نطلع على الصورة there is an onion وصلة واحدة there are or there, uh, there are some or there is some tomatoes طلعوا لي على البندورة can we count it it's an oh, it's an accountable noun يعني هو اسم معدود tomatoes so We say, there are some tomatoes, okay? There are some or there is any carrots. There are some carrots. Hey, home There are some carrots, okay? There is some or there are some cherries. There are some cherries. تمام؟ tamam? طيب شوفت هون أنا موجود؟ Any. أنا كيف بنستخدمها؟ أنا بنستخدمها بالجملة المنفية أو بالسؤال كيف يعني؟ يعني we أوكي say... okay. خلينا نطلع من هاي الإشي تمام خلينا نشوف there isn't لو اجاكم سؤال زي هيك وفي عندك خيارين يا اما صم او اني water in the bottle ايش بنختار صم ولا اني يلا نختار اني ليش الجملة منفية، تمام؟ الجملة المنفية إيش فيها؟ أني، isn't، تمام؟ طيب لو إجينا حكينا is there هذا سؤال، تمام؟ is there some or any juice juice in the bottle bottle or jug whatever so what do we use here? what do we choose? we choose any is there any juice in the bottle? okay <تصفيق> <تصفيق> في السؤال وبالجمل اللي ما فيه بنستخدم any أن... صح 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 تمام ماشي يا حلوين طيب خلينا نشوف يا حلوين هدول الاشياء خلصنا هنا طيب there is or there are negative countable and uncountable nouns look at the picture below and write what there isn't بدنا نكتب ايش الاشي اللي مش موجود تمام There isn't or there aren't. Type Here. Uh, الجمله الاولى there aren't any tomatoes. Type. انا بدي اكتب كمان there aren't there aren't any mushrooms. mushrooms تمام؟ ما في ولا حبة فطر. طيب إيش كمان؟ Can I say there isn't any mushroom؟ Yes بس إيش لازم أعمل؟ لازم أقيم الإسم من كلمة mushroom. تمام؟ طيب uh, there isn't any water. there isn't any sugar for example. there isn't any sugar sugar okay sugar there isn't any sugar tamam type have i lay side type is there any ice cream for example <laughs> Look at the box. Look at the box here. Okay? There isn't any tomatoes. Is there any carrots? No, there isn't or there aren't any carrots. There aren't any. تنسوش هاي الابوستروف اللي هون يا حلوين ماشي there aren't تمام aren't any carrots carrots طيب لو اجيت بدي احكي عن الايس كريم شو رايكم بالايس كريم الايس كريم معدود ولا مش معدود can we say there isn't any eggs No, we can't say there isn't any eggs. There aren't صح, There aren't any eggs. Bravo Aleikum. Type. لو اجينا ice, ice cream. ice cream, ice cream, ice cream, ice cream, ice <laughs> cream. يلا مين ice cream. Can I say there aren't any ice cream? Can I say this? No. I have to say there isn't any ice-cream ليش؟ لانه الايس الـice-cream تعامل معاملة الاسم غير المعدود زي المي ما؟ ماشي؟ برافو عليكم طيب هذا أه مشان صم وأني، حدا عنده أي سؤال؟ إن شاء الله إنه ما يكون في حدا عنده أي سؤال، <applause> برافو عليكم، غير معدود، طيب، آه في عنا هنا هيك خلصنا، تمام؟ كله بيحكي على نفس الإشي، تمام؟ ماشي حلوين؟ طيب، إيه let's have a look at this. many interesting interesting markets in Jordan tamam but on friday a special one the farmers market احل معاكم there is there isn't there are or there aren't يلا many interested interesting markets so what do we say there we start with the capital there is is or are there are there are many interesting markets in jordan but on friday there yellow there is كيف, a special tamam? a special one okay a farmer's market there always fresh fruit there is always Fresh fruit and vegetables. Um, number four, uh, there is also cheese, meat, juice, and bread. Can I say there is always fresh fruit and vegetables? No, there are always fresh fruit and vegetables. There are. Okay, and here we have there are also cheese meat juice and bread traders can only sell their own products so there there isn't or aren't any imported imported products there aren't okay and seventh graders, this is the end of our live video for today. Thanks for watching. Thanks for being good. شكرا للفعلكم. يعطيكم Salaam.